السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم تفسير رؤيا المرهم في المنام، دهن المرهم، شراء المرهم، فتابع معنا لتعرف كافة التفاصيل. رؤية دهن المرهم في المنام هي من الرؤى المحمودة والدل على خيرا ورزقا وصلاح في الأحوال. رؤية دهن الجسم بالمرهم في الحلم لشخص مهموم دلالة على إنهاء همومه وخلاصه من أحزانه. شراء المرهم في الحلم هو دليل على حدوث تغيرات في حياة الحالم للأفضل ودلالة له على أحداث سعيدة. رؤية شراء الفازلين في المنام تشير إلى أن الراعي يسعى دائما إلى الرقي بحياته والوصول للأهداف. رؤية دهن العين بالمرهم في الحلم يدل على النعيم في الدنيا والوصول للأهداف وتحقيقها. كما تشير رؤية مرهم العين في الحلم على أشياء مستحبة لصاحب الرؤية في أيامه القادمة بإذن الله. وتعتبر رؤية المرهم من الرؤى المحمودة التي تدل على الخير. دهان الرائي المرهم على الجسد هي من الرؤى المستحبة والتي تدل على شفاء الرائي من مرضه وتحسن في أحواله الصحية. لكن تعتبر رؤية أكل المرهم في المنام هي دلالة على أكل الرائي لأموال حرام وكسب ماله بطرق غير مشروعة ويدل على الحزن والكرب. حلم الكثير من المرهم على الجسم في المنام دلالة على كثرة الأموال والنعم في حياة الرائي القادمة. رؤية شخص أن المرهم يأكل من لحمه في الحلم يدل على الخسارة ونقص المال وقلة الحظ. تفسير المرهم في منام العزباء. المرهم في المنام للعزباء يدل على الأحداث السعيدة التي سوف تندفع إلى حياتها القادمة. وضع المرهم على الجسد في المنام للبنت يشير إلى الصداقات الجديدة والخير والرزق في الحياة الدنيا. كما أن المرهم في الحلم للعزباء من الرؤى الدالة على تحقيقها الأمنيات وحصولها على الأشياء التي تسعى إليها. المرهم في منام العزباء يدل على قرب خطوبتها وزواجها من شخص صالح وغني بالمال والعلم. تفسير رؤيا المرهم للمتزوجة. رؤيا المرهم في المنام للمتزوجة دلالة على السعادة وخروجها من الحزن والتعب النفسي. رؤيا دهن الزوج زوجته المرهم في حلمها هي بشارة بإنهاء جميع مشاكلها وتحسن أحوالها مع زوجها. دهن ظهر الزوج بالمرهم في الحلم للمرأة تدل على أنها سترزق بحمل وخلف صالح في القريب العاجل. تفسير رؤيا المرهم في منام المرأة الحامل. رؤية المرهم في المنام للحامل هي من الرؤى المستحبة والتي تدل على الصحة الجيدة لها وللمولود. رؤية دهان المرهم على الجسم في المنام هي دلالة على الولادة السهلة الميسرة الخالية من جميع المتاعب والمشاكل. كما تشير رؤية دهن طفل صغير بالمرهم في الحلم على أنها سترزق بمولود معافى من جميع الأمراض. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فادعمونا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.